بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البحث المطلوب من الطلاب تنفيذه على المنصة الإلكترونية. هنتكلم عن كل حاجة تخص البحث، وهنجاوب على كل أسئلتكم. يعني إيه بحث؟ إزاي نعمله؟ المطلوب مننا بالظبط؟ آخر موعد للتسليم؟ إيه اللي ممكن يحصل لو ما سلمناش البحث ده؟ بس قبل ما أكمل كلامي، أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بداية كده، الوزير طلع من كام يوم وقال إن امتحانات الترم التاني اتلغت من سنة تالتة ابتدائي لتانية إعدادي، بس هنعوضها ببحث أو مشروع. دلوقتي الوزارة وفرت لنا 2 منصة إلكترونية. المنصة الأولى دي بتساعد أبنائنا الطلاب على المذاكرة، لأنها بتحتوي على كل المناهج الدراسية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، ومتوفرة باللغتين عربي وإنجليزي، ومتاحة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. وده موقع ضخم، عليه الشرح عبارة عن فيديو وصور وأفلام وثائقية، وهسيب لكم الرابط الخاص به تحت الفيديو. والمنصة الإلكترونية التانية ايدي مودو، ودي اللي هنتكلم عليها النهاردة. والمنصة دي للتواصل بين الطلاب والمعلمين، بحيث يتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات أونلاين. ودي اللي هنعمل عليها البحث اللي الوزير طلبه، وهنسيبه ليكو تحت الفيديو ده، الرابط بتاعها تحت الفيديو ده. زي ما انتوا شايفين معانا، ده الموقع هنسجل عليه. هنكتب اول حاجة الاسم الاول والاخير والكلاس كود، وده الطالب هيحصل عليه من خلال معلم الفصل او المدرسة. واليوزر نيم، وده اسم المستخدم اللي هنسجل بيه ونستخدمه بعد كده في الدخول للموقع. وده الإيميل أو البريد الإلكتروني، وده اختياري، يعني لو عاوز تكتبه ماشي، مش عاوز براحتك خالص. آخر حاجة الباسورد أو كلمة السر، ودي اللي هنستخدمها هي والمستخدم للدخول للموقع ده بعد كده، فخلي بالك لازم تحفظه كويس عشان هتحتاجهم، فيفضل إننا نكتبهم في ورقة. وبعد كده بقى هنضغط ساين أب اللي هو تسجيل الاشتراك، وبكده تكون سجلت على الموقع. وعلى فكرة الموضوع ده متاح منه تطبيق للموبايل، تقدر تحمله عادي. وبعد ما سجلنا بقى، دلوقتي هنتكلم عن البحث. المفروض ان مدرس الفصل هيعمل مجموعات مكونة من 3 أو 5 طلاب، كل مجموعة هيديها درس معين من المنهج، هتعمل عنه بحث لكل مادة. البحث ده المدرس هيقيمه وهيحدد تتنقل للمرحلة اللي بعدها ولا لأ. طيب إزاي أعمل بقى البحث دوت؟ بنهاية الشهر ده إن شاء الله هتحصل على الكود، وتقدر تسجل على الموقع وتعمل البحث ده، وإن شاء الله في هدية مني ليكم 2500 بحث جاهز على التحميل، والرابط هحطه ليكم أسفل الفيديو. بالنسبة بقى لطريقة عمل البحث، أول حاجة هنفتح برنامج الوورد زي ما انتوا شايفين معايا كده. هتكتب اسمك واسم المادة اللي هتعمل البحث عنها، والفصل والترم واسم المدرس، وهنعرف اسم المدرس من خلال المنصة، وهنكتب اسمه وجملة البحث أو عنوان البحث، وده الدرس اللي المدرس اختاره من المنهج. وبعد كده تاريخ استلام البحث اللي هو التاريخ اللي المدرس طلب فيه إننا نعمل البحث. أما بقى تاريخ تسليم البحث، ده التاريخ اللي خلصنا فيه البحث خلاص. هنتبع الخطوات ونكمل البيانات، ونكتب في موضوع البحث ما لا يقل عن 150 كلمة، وطبعا نقدر نستعين بالمكتبة، بالنت، بأي وسيلة. المهم ان انت تراعي في البحث انك تكتب العناوين المهمة، زي مثلا لو هنتكلم عن ثورة، نتكلم عن الناس اللي عملوا الثورة، عن الأسباب اللي أدت للثورة، النتائج المترتبة عليها.
وبعد ما نخلص البحث على ملف الوورد نحوله PDF زي ما انتوا شايفين معايا كده، وبعدين نرفعه على المنصة. آخر حاجة هنتكلم عليها إيه اللي يحصل لو ما عملناش البحث ده. الوزير قال إن الطلاب اللي ما عملوش البحث ده هيروحوا السنة الجاية قبل الدراسة بأسبوعين يدرسوا المنهج عادي ويمتحنوا، فياريت نلتزم بالبحث، هو حاجة سهلة جدا وكله هينجح، ما تخافوش وما تقلقوش وإن شاء الله كله هيعدي على خير. والله الموضوع سهل جدا، مش محتاج التوتر اللي أولياء الأمور عاملينه ده كله. والله يا جماعة الموضوع سهل وبسيط وما تقلقوش، بكررها تاني ما تقلقوش. وبكده انا خلصت اللي عندي، لو عاوزين تسألوا عن اي سؤال في الكومنتات وانا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.